بالنسبة لمعرض العقار والتعمير التي تنظم في النسخة الأولى ديالو تحت إشراف وزارة السكنة والتعمير وسياسة المدينة، وتتنظم يعني بشراكة مع شركاء مؤسساتيين تنخص بالذكر ولاية مراكش أسفي، المركز الجهوي للاستثمار، الوكالة الحضارية، وكذلك جمعية المنعشين العقاريين بجهة مراكش أسفي. هذا المعرض التي تقام على واحد المساحة ديال 10000 متر مربع، فيها 3000 متر مربع مخصصة للأروقة، والتي تحتضن أكثر من 35 عارض التي يمثلوا مختلف المنتوجات العقارية من السكن الاجتماعي، السكن المتوسط، وكذلك السكن الراقي والسكن السياحي. و7000 متر مربع خصصناها كفضاء أخضر من أجل يعني نكونوا في تناغم مع شعار المعرض اللي هو من أجل المدينة خضراء مندمجة ومستدامة. وكذلك في هذا الإطار خصصنا بعض الندوات العلمية اللي غادي تكون حول المدن الخضراء، مدن جديدة بالمغرب كسبيل المثال مدينة بن قرير، موضوع ديال يعني التقنيات الحديثة والرقمية اللي غادي كيف وكيف تقدر تخدم مجال العقار، واحد الموضوع دراهينيا اللي هو موضوع الناس متعطشين يعرفوه حول البنوك التشاركيه والدور ديالها يعني في القروض يعني الناس اللي باغيين يقتنيوا السكن، وكذلك في تمويل المشاريع العقاريه. الحمد لله كان اليوم الاول يوم الافتتاح اللي ترأسه السيد والي الجهة سي عبد الفتاح البجيوي رفقة السيد عمدة المدينة، وكذلك مدير الوكالة الحضارية، مدير المركز الجهوي للاستثمار، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية اللي حضروا زاروا الأروقة تحتوا مع العارضين. وكان التكريم ديال السيد والي الجهة من قبل مدير المعرض سيد طارق أماس، وكذلك السيد أحمد أماس اللي كان قاموا بتكريم السيد والي الجهة والسيد عمدة المدينة. احنا تنتواصلوا دائما فعاليات ديال المعرض العقار والتعمير واللي غيستمر حتى اليوم الاحد. الان العارضين يعني في خلال التحدث ديالي معهم في خلال التشاور يعني النقاشات راضيين على الايام الاولى ديال المعرض، ومازال ان شاء الله تنتسناو ان الناس ديال مراكش تما يعني يجي يحجوا بكثافه خلال يوم السبت ويوم الاحد اللي تنتظروا فيهم ان شاء الله نوصلوا ل 30000 زائر. يعني خصوصا ان الفضاء اللي تتقام فيه المعرض هو واحد الفضاء مفتوح يعني بالمجان للجميع، والمكان ديال التواجد ديالو موقع استراتيجي يعني جا في حي الشتوي ديال مراكش في باب جديد، لانه عندها مكان معروف وقريب للجميع. دونك تنشكروا كذلك بالمناسبه شركائنا الاعلاميين اللي واكبونا منذ بدايه المعرض، خص بالذكر يعني بالاضافه الى كاش 24 كاين قناه اطلس، شادا اف ام، يعني راديو بلس، كانوا يعني بزاف ديال المساندين الاعلاميين ثاني في بيزنس كاش، وكذلك ايمو ريزو. الحمد لله الامور يعني تنقولوا يعني تتبشر بالخير، وحنا راضيين تمام الرضا على الدوره الاولى من معرض العقار والتعمير، وهذه دعوه نوجهها للجمهور المراكشي من جديد، مرحبا بكم معنا في فعاليات معرض العقار والتعمير.